أخبار العراق اليوم الخميس 23/9/2021. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. مجلس الخدمة الاتحادي يطلق الرابط الخاص بالتصويب أي التصحيح لكل شخص لديه مشكلة أو خطأ في الاسم أو المعدل، يقدم طلبا للدعم الفني مع شرح المشكلة ليتسنى للمجلس تصحيحه مع الجهات ذات العلاقة. الرابط تجدونه في موقعنا الموجود رابطه في صندوق الوصف. الجهاز المركزي للإحصاء يتعاقد مع خريجي الكليات والمعاهد للعمل في جميع البيانات ببغداد والمحافظات، حيث تعاقد الجهاز المركزي للإحصاء مع الخريجين العاطلين من حملة شهادة البكالوريوس والدبلومة بصفة أجر يومي لجمع البيانات في المسوح الاقتصادية وتحديد الأطر الإحصائية والتي تسهل الوصول إلى الوحدات الاقتصادية وفقا للمبادئ العامة في جمع البيانات والمؤشرات، على أن العمل يشمل تحديث إطار المنشآت الصناعية والمطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية، مضيفا إلى أن العمل بدأ اليوم في محافظتي بغداد والأنبار. مجلس الخدمة يعلن أسماء الخريجين الأوائل المشمولين بقانون 67 لسنة 2017 والمشمولين بالتقديم على الاستمارة الإلكترونية للتوظيف، رابط الأسماء تجدونها في صندوق الوصف. الكاظمي: أحذر من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراضي، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها. إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماما ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا. انطلاق الموقع الجديد للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم، حيث تعلن اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم عن انطلاق الموقع الجديد للاستمارة الإلكترونية والتي ستبقى لغاية يوم 30 من شهر أيلول الجاري. وتؤكد اللجنة أن الأخوة الأعزاء الذين قدموا سابقا تم اعتماد استماراتهما ولا يحق لهم التقديم مرة ثانية، كما تهيب بعدم التعامل مع أي جهة أخرى فتحت منافذ غير رسمية، وأن المنفذ الوحيد هو الموقع الإلكتروني الموجود في صندوق الوصف. وللاستفسار عن تساؤلاتكم يرجى الاتصال بالرقم 196. مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية على وفق مبادرة داري. سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية. قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالأراضي السكنية: أولاً، تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة توزيع الأراضي السكنية لجميع المواطنين في المدن الجديدة التي تفرزها الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 في جميع المحافظات العراقية عدا الإقليم ضمن مبادرة داري. ثانياً، عدم شمول المواطنين الذين سبق أن حصلوا على قطعة أرض بموجب قوانين أو قرارات نافذة بأحكام هذا القرار. ثالثاً، اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تشرف عليه هيئة المستشارين كآلية للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة وعلى شكل وجبات وفقا لقطع الأراضي التي تستكمل تهيئتها. رابعا، تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تأليف لجان فنية في كل محافظة لتدقيق بيانات المواطنين المتقدمين ومن خلال النافذة التي ستخصص لكل لجنة ضمن البرنامج الإلكتروني. خامساً، تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات الإعلان عن الفرص الاستثمارية لتطوير المدن الجديدة وإنشاء البنى التحتية فيها والمرافق الخدمية والترفيهية كافة في هذه المدن. سادساً، تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع هيئة المستشارين إعداد الآتي: أليف آليات استقطاب المطورين والمستثمرين لكل مدينة جديدة بما يضمن جعلها مدنا جاذبة للسكن متكاملة البنى التحتية والخدمية والترفيهية والصحية وغيرها،
تتوافر فيها أشكال فرص العمل دون تحمل خزينة الدولة أعباء مالية. ب. ضوابط تلزم المطور والمستثمر بتنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة ضمن المدن الجديدة وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية وتمنحهم حق الانتفاع من المناطق التجارية الصناعية الخدمية جزءا من الأراضي السكنية ونسبة لا تزيد عن 30% من المدارس الواقعة ضمن المدن الجديدة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. سابعا، تلتزم وزارتان المالية والزراعة باستكمال إجراءات نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي تمت المصادقة على تصاميمها من المديرية العامة للتخطيط العمراني والواقعة خارج حدود التصميم الأساس إلى أقرب مؤسسة بلدية تمهيدا لإدخالها ضمن التوسع المستقبلي لتلك البلدية أو استحداث بلديات أخرى وفقا لأحكام قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدلة. ثامناً، تتولى وزارة العدل عبر دوائر التسجيل العقاري فتح ملاحظيات للتسجيل العقاري خاصة بالمدن الجديدة وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات طابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن بأسماء المواطنين الذين أعلنت أسماؤهم. تاسعاً، تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات فتح قسم بلدي خاص بهذه المدن الجديدة لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي السكنية بأسماء المواطنين وتقديم الخدمات البلدية لهم. عاشراً، أتولى المصرف العقاري وصندوق الإسكان أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير قروض ميسرة طويلة الأمد للمواطنين لبناء وحداتهم السكنية في المدن الجديدة. تعلن لجنة التعيينات المركزية في رئاسة الجامعة التكنولوجية عن فتح باب التعيين لأبناء المكون المسيحي حصرا، ويبدأ التقديم يوم 23 من شهر أيلول الجاري وينتهي يوم 28 من أيلول الجاري. نقابة المعلمين تعترض على إلزام الكوادر التربوية بالعمل مع مفوضية الانتخابات. لجنة الصحة النيابية تخاطب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات رسميا لتطبيق قرار توزيع الأراضي السكنية بين ملاكات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات والاستثناء من شروط سنوات الخدمة والزوجية ومسقط الرأس. محافظ كربلاء يعلن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة ابتداء من اليوم الخميس 23 من الشهر الجاري، ويستثنى منه الدوائر الأمنية والخدمية والصحة والمصارف والدوائر المشمولة بخطة الزيارة الأربعينية. محافظة ميسان تعطل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 من الشهر الجاري في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان.